أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. ثاني أيام مهرجان سمو ولي عهد دبي، حفظ الله ورعاه في المرموم، وعبر شاشة دبي ريسنج نتواصل مع رابع أشواط صباح هذا اليوم مع سن الحقائق وانطلاقات الحقائق. الأربعة كيلو مترات خاص الشوط الرابع بالجعدان، الحقائق تنطلق فيه الآمال في تحقيق الفوز والناموس في هذه الانطلاق وفي هذه التحديات الجميلة. نسير مباشرة مع شاهين على مقدمة الشوط، محمد بن سعيد بن حميد المنصوري على رأس حربة الشوط، بينما المركز الثاني ثاني المراكز ننطلق مع هذه التحديات. الدنقلاوي لراشد بن عوض الخاصوني الاكتبي ياتي على ثاني المراكز، العابر ياتي في المركز الثالث، مبارك بن عويض بن سهيل الخيالي يتقدم على ثالث المراكز. المركز الرابع من الجانب الاخر يتدخل ارسال محمد بن عتيج بن سيب بن حاضر العميمي، بينما المركز الخامس حبشان حمد بن سهيل بالاسود العامري. المركز السادس من وصل الذيب ياتي في هذه الانطلاقة عبد الله بن راشد بن عبد الله الخاطري. المركز السابع سابع المراكز تدخل في مقفي هادف بن حمد بن عصان المنصوري. المركز الثامن ثامن المراكز وهذا يتواجد والوال راشد بن مبارك بن محمد الهلي. المركز التاسع اشوف الانطلاقة من شيبوب. في المركز التاسع علي بن سيف بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي. والمركز العاشر عاشر المراكز مروح خليفة بن عبيد بن حسن بن ركاض العليلي. هذه النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الشوط وهو رابع أشواط الحقائق في صباح هذا اليوم في هذه الانطلاقة في هذه التحديات الجميلة في المرموم بهذه الشعارات والأسماء بالبحث عن النقطة الثمينة في مهرجان سمو ولي عهد دبي في المرموم وفي هذه الانطلاقات. عودتنا مع مخرجنا في شاشة دبي ريسنج على الكادر العلوي في مسار هذا الشوط، وشاهين المنصوري شاهين محمد بن سعيد بن حميد المنصوري يقود الجعدان من البداية، يتصدرهن ويتقدمهن على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز مبارك بن عويض بن سهيل الخيالي ياتي مع العابر على المركز الثاني. المركز الثالث حبشان حمد بن سهيل بالأسود العامري. على المركز الثالث يتحرك شيبوب علي بن سيف بن كليب ياتي بهذه الانطلاقات، وياتي شعار بن دري يقدم السبع، سالم بن حمد بن دري الفلاحي يتقدم من الجانب الاخر، معاند سليمان بن خليفه بن سالم الحكماني يتقدم في هذه اللحظات. الكيلو الاخير قدرنا المنعطف، دخلنا الكيلو الاخير، بدا الرقص بدا البحث عن الفوز، وصلوا الجماعه ورفعوا شعار نحن قادمون الى الناموس والفوز. العابر مبارك بن عويض الخيالي، ولكن شوف الدخول جلمود وعلي بن مسعود بن دراج المري، علي بن مسعود المري بن دارج ياتي بهذا الانطلاق على مقدمة الشوط على المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث أيضا. اللي وصل متعب سهيل بن حمود بن علي الوهيبي يتقدم، ولكن واصل عشاق حمود بن سعيد بن محمد الوهيبي لمتار الأخيرة لمن الفوز، غير معاند سليمان
عثمان بن خليفة الحكماني، الحكماني هو الأقرب حتى هذه اللحظات، ولكن الهجوم وارد، الهجوم وارد في الأمتار الأخيرة. عشاق حمود الوهيبي، عشاق حمود بن سعيد بن محمد الوهيبي، ولكن معاند وعشاق وطريف معاند وعشاق، عشاق ومعاند، عشاق حمود بن سعيد بن محمد الوهيبي ينتزع ناموسي هذا الشوط. معاند سليمان بن خليفة الحكماني في المركز الثاني، المركز الثالث معاند، المركز الثالث محمد بن علي بن سالم بن سليم الدرعي طريف اللي حل في المركز الثالث. المركز الرابع اللي هو العابر مبارك بن عويض بن سهيل الخيالي. المركز الخامس من وصل في متعب للسهيل بن حمود بن علي الوهيبي. هكذا كان الشوط بالتنافس والأثارة حتى الرمق الأخير، ولكن تمكن من الفوز وخمس دقائق التوقيت 56 ثلاث أجزاء من الثاني يا اللي قدم العابر، اللي قدم عشاق حمود بن سعيد بن محمد الوهيبي، سلم على أهل السلطنة من المرموم. المركز الثاني خمس دقائق 56 سبعة أجزاء من الثانية. اللي حل في المركز الثاني معاند سليمان بن خليفة بن سالم الحكماني أتى في المركز الثاني، والمركز الثالث خمس دقائق 57 بالوفاء والتمام من أتى في المركز الثالث اللي هو طريف محمد بن علي بن سالم بن سليم الدرعي. هكذا كانت النتيجة للثلاث المراكز مصحوبة.